يا ريت الكاميرا تجيبه عشان وقت الحلقه بتاعي. الرز استوى مع الجمبري، الله الريحه الجميله. عند الحليب بنزل بيه، الله، يكمل سواه شويه مع الرزوتو. خد على النار كده علشان تيجي معايا، بقلب. عندي البقدونس الناعم، عندي بقطع شويه فلفل كريهات صغيرين مع بصله ناعمه كده بتبلها، خليهم على جنب. على ده ما بيعمل بيسخن شويه نظبط مطبخنا. مهم جدا النظافه اول باول، مهم جدا اول باول، علشان زي ما قلت لكم نفسي تتفتح للاكله بتاعتي وانا بعملها. ما ينفعش اعمل الاكله واضيع وقتي كله في نظافه المطبخ واتعب وبعد كده ما تهناش بيها. بجيب اطباق الغرف، واحد للريزوتو عندي والبيتزا بتاعتنا. جبنه الموزاريلا عندي بضيفها للريزوتو اهيت، الله، شايفين الجبنه هتسيح مع الرز، الله. الاكله دي بيحبوها الاطفال قوي وقيمتها الغذائيه عاليه، اذا هنعملها بالجمبري او هنعملها باللحمه المفرومه او هنعملها بالرز بالدجاج الحشو، او نضيف لها يا لحمه يا فراخ يا جمبري، ممكن صبيط، ممكن فيليه. شايفين الجبنه عامله ازاي؟ طبعا اللي ما يعرفش ان احنا ضايفين جبنه يقول لك ده الرز ده بايظ. ليه؟ لما الرز بيقعد فتره طويله او مثلا يتخمر بيعمل بياخد الشكل ده. لا، دي جبنه موزاريلا، شايفين الجمال اللي فيها؟ دي جاهزه دلوقتي. بضيف معلقه سمنه او زبده، ماده دهنيه، عشان تدي تيست للطبق بتاعي. طبعا الزبده بتضيف للرز طعم جميل طبعا، وايه، تيست عالي. على فكره فينا نضيف حبه البركه للبيتزا، اذا احنا حابين نضيف حبه البركه، وكلنا عارفين حبه البركه وقيمتها الغذائيه، اذا هي نقدمها حصى او مطحونه فينا نضيفها، وهي مهمه جدا للمخبوزات، فينا نضيفها للبيتزا طبعا، وخاصه اذا كانت باللحمه المفرومه. انا هنا الريزوتو بتاعي جاهز، بغرفه في الطبق الجميل ده، الله، شايفين الجمبري؟ الأكلة دي أنا شخصيا بحبها. ليه بقى؟ سهلة المضغ زي ما بيقولوا، وبتاخدش وقت كتير في إن أنا أقعد أمضغ فيها ومستوية، عشان البيتزا كويس قوي. الكمية كلها كده عشان تبقى شكلها جميل في الطبق، وبسويها بالمعلقة كده. الجرناشة هنا مش محتاج، الجمبري مش محتاج إضافة لأي إن أنا أبينه خالص، لأنه طبعا شكله جميل مع الرز. الله، ده الريزوتو الشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. قرن الفلفل كده، باخد قطعه من قرن الفلفل و الجرناشه دي حسب ذوق كل واحد. طبعا ده عندي البيتزا بتاعتي. فينا نعمل الريزوتو على شكل قالب على فكره، اذا احنا حابين على البيتزا ما تطلع وتستوي معايا، بجيب قالب واعمل الريزوتو في قالب زي هنا واغرفه في طبق مدور. دي كلها افكار اهوت، اذا انا بجيب قالب زي ده كده و
انا قلت الطريقه ديت حلوه قوي كمان للريزوتو اللي مغرفه. الله، اجيب طبق جميل بالشكل ده، دي طريقه للريزوتو. عندي صلصه الطماطم اللي هي موجوده عندي، قلنا الصلصه الذهبيه اللي موجوده في المطبخ الايطالي، بحطها بالشكل ده كده، بتنزل اسيبها تنزل على الرز بالشكل اللي هي عايزاه زي دمعه العين كده اهيت. الله، ده برضو الريزوتو الايطالي بطريقه تانية. لما نشوفه في الطبق ده شكل تاني. مهم جدا نعرف الحاجات دي كلها بيتقدم في الفنادق بالشكل ده بصلصه الطماطم. عند البيتزا بص عليها،